السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ كي بقيتو؟ مزيان. نتمنى تكونوا في حاله جيده وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا لكم صوبه على حقها وطريقه كتجي بنينه كتحمق لذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وما فيهاش شي حاجه اللي هي كتير اقتصاديه، وكل المكونات اللي فيها كل ديما موجودين في الدار، يعني ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش. و كوجبة خفيفة يمكن لكم تقدموها للعشاء، ما كدر ما حتى شي حاجة، يعني مزيانة تاخدي وجبة خفيفة في العشاء حتى ما تاخدي شي وجبة اللي هي فيها المرقة. وهذا هذه كتعجبني انا مثلا للعشاء. وبالنسبة اللي كيصوموا في هذا الشهر هذا شوال، يقدموها في الفطور كيف ما كنديروا حتى حنايا، كنديروها مثلا هكا الفطور. وشاهدوا معنا طريقه التحضير. لا على بركه الله، هنا عندنا البنات غادي نصوبوا لكم الصوبه كيف ما كتشوفوا هنايا. قردنا الخضره، البطاطا ديالنا وخيزو كيف ما كتشوفوا، والبصله اي حبه وحده، والكميه ديال البطاطا وخيزو على حسب الناس او على حسب الاشخاص اللي كاينين في الدار. هنا عندنا البنات معدنوس كيف ما كتشوفوا معانا، هنا عندنا الكرافس، ما غاديش نقردوهم، غادي نخليوهم هكاك حيت الصوبه ما قردناهاش طريفات صغارين حيت غادي نطحنوها، داكشي علاش ما قردناهمش. كيف ما كتشوفوا خليناهم غير هكايا. وانتم بغيتوا تخليو الصوبه يعني هكاك، قردوها طريفات صغارين، لكم الاختيار. عندنا هنايا معلقه صغيره نتاع البزار، معلقه كبير نص معلقه صغيره نتاع البزار عفوا، معلقه صغيره نتاع الملحه، معلقه ما عمرهاش نتاع الخرقوم، وجوج معالق كبار ديال الزيت نباتيه ولا زيت العود اللي بغيتو. نتوما البنات غادي نضيفوا الخضره ديالنا كما كتشوفوا، دابا البنات الشوال كل مره يدير الواحد مرة الصوبة مرة الشيشة مرة الحريرة، كم عارفين. كتجي لذيذة البنات، غير جربوها راه كتجي كتحمق. صافي هادو البنات غادي نضيفوهم هكاك حيت غير باش تلقاو غير البنة، بغيتو تقردوهم قردوهم لكم اختيار. زيت الخرقوم البنات، الملحه، البزار، وغادي نضيفو البنات الماء. انتم البنات لا درتو هذه الكميه هذه، راني كندير فيها لترو ديال الماء، لترو ديال الماء كيف ما كتشوفوا معانا خويناه، لترو ديال الماء كندير في هذه الكميه هذه. درت البنات 4 نتاع البطاطا ولا 4 كبار ولا 5 صغار، وخيزو درت 7 نتاع الحبات ديال الخيزو كيف ما كتشوفوا معانا، ودرت معاها لترو ديال نتاع الماء. صافي البنات غادي نديرها على فوق النار. هانتوما البنات ضفناها فوق النار على نار متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش قليله كيف ما كتشوفوا معانا. من بعد تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر تشوفوا من بعد ما طيب. هانتوما البنات غادي نضيف ليها جوج مطيشات محكوكين كيف ما كتشوفوا معانا، غادي نضيف ليها مطيشه ديال الحك هالطريف هذا. صافي البنات غادي نغطيو على الطنجره ديالنا، غادي نخليو الخضره ديالنا طيب. شاهدوا معنا الفيديو حتى الاخر. هنا البنات بعد ما طابت وبردات غادي نطحنوها في الطحانه نتاع مطيشه كيف ما كتشوفوا معنا، والمريقه ديالنا راه حنا درناها هنايا لتحت.
بعد ما كتشوفوها كتقصح كتزيدوها شويه الماء هكا يتبقاو طالعه عاوتاني. هانتوما البلات من بعد ما طحناها وسليناها شوفوا الكميه اللي كتعطينا. داك المقياس اللي قلت لكم ربعة البطاطات وكبار ولا كانوا صغار ديروا خمسة، وداك سبعة ديال الخزويات. هذه هي الكميه اللي عطاتنا كيف ما كتشوفوا معانا. ها هي بعد ما كنطحن كنديروا لها يطرو ديال الماء وكنخليوها طيب، من بعد ما كطيب كنخليوها تبرد عاد كنطحنوها. ما طحنوهاش البنات سخونه، خليوها تبرد عاد طحنوها. ملي تكونوا كطحنوها ملي تقل لكم الخضره زيدوها الماء. انا درت يطرو ديال الماء شحال بقالي بالعبار كيف ما كتشوفوا هانتوما. وها هي ما كتجي ما خفيفه ما ثقيله، كتجي هكا. ودابا البنات غادي نردوها فوق النار تقلى واحد شويه وصافي، وغادي نقدموها هانتوما كيف ما كتشوفوا. كتجي خاطره، بغيتو تزيدوها الماء باش تجي شويه خفيفه تزيدوها. ديك الساعات كتبقى نتوما على حسب الاختيار ديالكم، كاين اللي كيبغيها قاصحه كاين اللي كيبغيها خفيفه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معنا هي الطنجره ديالنا غلات وزدناها شويه د الماء حيت كانت ثقيله كيف ما كتشوفوا. دابا راه خفافت ها صافي البنات. دابا غادي نخليوها تغلى غير شويه حيت اصلا الخضره طايبه فيها مزيان. طحناها وغادي نخليوها شويه تقلى ويعني تقلى واحد شويه صافي، غادي نطفيو عليها. شاهدوا البنات معنا الطريقه حتى الاخر، وكنتمنى انكم تجربوها راه كتجي لذيذه وزوينه كتحمق. ها انتم البنات كيف ما كتشوفوا معنا هي الطنجره ديالنا غلات صافي. ملي توصل لهاد درجه الغليان صافي غادي تحركوها هكايا، وغادي غادي تحطوها تقدموها كطبق رئيسي مثلا هكا العشاء، يعني صوبه تكون خفيفه. ومثلا هكايا الشوا حنا دابا درناها غادي نفطروا بها كيف ما كتشوفوا معنا. دابا الشوا كنصوموه، مره كنفطروا بتيشه، مره بصوبه، مره بالحريره، يعني ما تبقاوش ديروا كل نهار حريره ولا كل نهار صوبه غيرو. صافي البنات دابا غادي نطفي عليها وغادي نقدمها، وكنتمنى انكم تجربوها راه كتجي زوينه كتحمق، كتجي واحد المذاق ديالها روعه كيف ما كتشوفوا. هانتوما البنات بعد ما قدمتها هانتوما كتجي صراحه زوينه لذيذه كتحمق، كنتمنى انكم تجربوها وردوا عليا الخبر كي جاتكم. راه كتجي لذيذه، انا متاكده الا جربتوها ما تبقاش تستغناو على هذه الصوبه هذه. وبالنسبه لا بغيتو ما تطحنوهاش كديروا كتقطعوا الخضره طريفات طريفات، ومن بعد ما كطيب عاد كتضيفوا ليها داك الشعريه. المهم انا كنفضلها هكا كتعجبني هكا احسن من الطريفات مور كرويات صغيورين. وحتى الدراري هكا كتعجبهم، يعني كاين اللي غادي ياكل خيزو ما ياكلش بطاطا، كاين اللي غادي ياكل بطاطا ياكل خيزو مثلا هكايا مطحونه ما كتبان ليهم حتى شي حاجه، يعني كياخذوها. صافي البنات وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا لايك وشاركوا في القناه اللي ما مشاركش فيها، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل الجديد.